إذا نرحب هنا في الاستديو بضيف مميز اليوم، لدينا موهبة شابة جديدة، شيرجو الكردي ووالده بكل تأكيد. أهلا وسهلا بكما معنا هنا في سكاي نيوز عربية. موهبة جديدة في لعبة الجولف، ابن العاشرة الأردني أذهل عشاق الجولف ويتصدر تصنيف بريطانيا وأوروبا للناشئين. توج شيرجو ببطولة بريطانيا للناشئين، إضافة يبدو أني ناشئ في القراءة أصبحت الآن، إضافة إلى 73 لقبا في بطولات بريطانية وأوروبية لفئتها العمرية وللفئات الأكبر. نتابع هذا الفيديو عن شيرجو ونعود. والله